أما في اليمن فقد أعلن التحالف العربي تدمير مقرات تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، وأضاف التحالف أنه شن غارات استهدفت ورش تجميع صواريخ باليستية ومقرات يستخدمها الحوثيون لتفخيخ الطائرات المسيرة. وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين في مدينة مأرب وسط اليمن، وأضاف أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب.